مرحبا بكم يا أصدقائي. يقول علماء النفس إننا ننظر إلى المرآة من أجل أن نقتنع أننا لا نختلف كثيرا عن الآخرين. يمكن أن يسبب لنا أي انحراف عن الطبيعية بالكثير من العقد النفسية. هناك من يقلقه أنفه الكبير، وهناك من لا يعجبه شكل أذنيه، لكن الأشخاص الذين ترونهم الآن على الشاشة هم بالفعل مختلفون عن الآخرين. مونيكا رايلي، ما رأيكم؟ ما هي الفكرة التي تخطر ببال السيدة التي رأت أن وزنها قد تجاوز 300 كيلوغرام؟ بالطبع معظم السيدات في هذه الحالة سيحاولن يائسين في تقليل وزنهن، لكن مونيكا رايلي تعتبر استثناء من القاعدة، حيث تعتقد أن هذا الوزن قليل لدرجة أنها طلبت من فتاها أن يجهز لها مأكولات من البروتين ويطعمها من خلال القمع حتى تأكل كمية أكبر. يكمن الأمر في أن مونيكا وضعت لنفسها هدفاً، وهو أن تصل إلى وزن 450 كيلوغرام كي تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لكنها لم تستطع أن تحقق حلمها ولن تتوقع السبب. يكمن السبب في أن مونيكا علمت فجأة بأنها حامل، فاضطرت لفقدان الوزن من أجل أن تنجب طفلاً معافى. مريم ناباتينزي، الأطفال هم السعادة في الدنيا، لكن مريم ناباتينزي وهي سيدة من أوغندا تعلم أكثر من أي شخص آخر أن السعادة ينبغي أن تكون بمقدار، لكنها علمت هذه الحقيقة مؤخراً. علمت هذه الحقيقة بعد أن أنجبت 44 طفل. مريم تحب أطفالها كثيراً، إلا أنها لا تدعو الفتيات أن يحذوا حذوها، لأنه من الصعب تربية هذا الكم الهائل من الصغار. نيلان شيباتيل، يحب الكثير من الرجال السيدات اللواتي يتمتعن بشعر طويل، لكن الشعر الطويل يجب أن يكون في حدود المعقول في رأيي، فلا أحد يريد أن يتعثر في شعر زوجته. لكن ربما أكون مخطئاً. استطاعت الفتاة نيلانشي البالغة من العمر 16 سنة أن تطول شعرها ليصل إلى 170 سنتيمتر. لقبها رابونزل الهندية. أرين أندرسون، كل شخص منا لديه تصوره الخاص عن الجمال، لكننا نعلم جميعاً أن الأذواق مختلفة. تذهب أرين أندرسون كل يوم وبشكل مكثف إلى صالة الألعاب الرياضية كي يصبح جسدها كما ترون. تبدو لي شخصياً أنها مثل الآلة. ألم تبالغ السيدة في الاهتمام بجسدها؟ إليساني سيلفا، تعمل إليساني عارضة أزياء، لكن لا ينبغي علينا أن نطلق عليها جميلة مثل الأخريات، لأن العيب الرئيسي واضح جداً أمام أعيننا. إليساني هي أطول فتاة في البرازيل، يبلغ طولها 2.6 متر، كما أنها نحيفة للغاية. ليس من المدهش أن نجد أن وكالات الأزياء فتحت ذراعيها لإليساني كي تعمل بها، لكن كان والديها وأصدقاؤها قلقين بشأن طولها الفارع وأن حياتها الشخصية لن تكون سهلة، كما هو الحال في مشوارها المهني. لكن إليساني لم تلقي بالاً لهذا الأمر، واتضح أنها حسناً فعلت. تعرفت الفتاة عندما بلغت 17 سنة على فرانسينال دي سيلفا الذي يقل عنها في الطول بمقدار نصف متر. لقد تزوجا وهم يعيشان الآن في رخاء وسعادة. يقول فرانسينال أن الطول الفارع لزوجته لم يقلقه في شيء، بل على العكس هو يفخر بذلك، ويقول أنه يمكنك أن ترى جمالها حتى ولو كنت بعيداً. ديمي بيغبي، هي فتاة من كاليفورنيا، كانت تحلم كثيراً أن تشبه الأبطال الخارقين، لكن لم يكن لديها أي قوة خارقة، لذلك اضطرت أن تعمل كثيراً على نفسها كي تحقق حلمها. انظروا إلى النتيجة الرائعة التي وصلت إليها، هي نتيجة ليست سيئة بالنسبة لفتاة شابة، أليس كذلك؟ فتيات التايكواندو،
شكل الفتيات اللواتي يمارسن التايكواندو ليس أسوأ من عارضات الأزياء، فهن قادرات على حماية أنفسهن وأقاربهن في حالة الضرورة. تستطيع الفتيات أن تباعد قدميها بشكل رائع، فهم يتميزن بالسرعة والخفة والثقة بالنفس. سيدة اللعبة، ما هو رأيك؟ ماذا تعمل هذه الفتاة الجميلة؟ عارضة أزياء أم مذيعة أم فنانة؟ لا، هي مدربة لرياضة التايكواندو. لا تنخدع برؤية جسدها الضعيف، هذه السيدة شخصيتها قوية وتستطيع أن تحقق أحلامها. هذه الرياضية جميلة، اسمها لورين أدمونس. من الأفضل ألا تقول نكات تحتقر من قيمة الشقراوات أمامها. هذه سارة ديمانوفيتش، إذا قلت هذه المرة أنها تعمل نجمة في التلفزيون فأنت لست مخطئاً. تقدم سارة بالفعل نشرة أخبار عن الطقس في التلفزيون الصربي، لكن هي أيضاً ممارسة محترفة للتايكواندو. تساعدها هذه الهواية ليس فقط في أن يكون شكلها رائعاً، ولكن في القيام بالأعمال المنزلية بسرعة وشراء المنتجات في المحال، وبالطبع لها جمهورها في الإنستغرام. السيدة العملاقة، تخبرنا الحكاوي القديمة بوجود أشخاص أقوياء من الذكور، لكن لم تذكر سيرة الإناث من بينهم. لكن من يعلم؟ إذا نظرت إلى دونا مور، فربما كانت حفيدة إلياس موراميتس. هي تستطيع بكل سهولة أن تسحب الحافلة وتدفع حافلة أخرى، وليس لديها مشكلة في تحريك شاحنة من مكانها. الحجارة، دونا مور ليست كبيرة الشبه بالأميرات، لكنها بالطبع ملكة في الوزن الثقيل. استطاعت أثناء إحدى مسابقات القوة في اسكتلندا أن ترفع حجراً يصل وزنه إلى 300 كيلوغرام، كما استطاعت في مسابقة أخرى في القوة أن ترفع الكتل الخرسانية على البراميل. الأم المثالية، تعتبر دونا اليوم أقوى امرأة في العالم، لكن إذا كنت تعتقد أن هذا الأمر هو ميزتها الرئيسية فأنت مخطئ. دونا هي زوجة محبة ووالدة لطفلين، هي التي أثبتت أن السيدة القوية يمكنها أن تصبح جذابة وعطوفة ومعتنية بمن حولها. الأختان هانسيل، هما توأم سيامي ويعيشان حياة متكاملة وطبيعية، لكن يتحركان ككتلة واحدة. الفتاتان لديهما أذواق واهتمامات مختلفة، لكنهما استطاعا أن يتفقا مع بعضهما البعض، وقليلا ما يختلفون. بغض النظر عن هذا العيب، فهما جميلتان أيضا، ومن الممكن أن يظهر رجل ما يشاركهما الحياة قريبا، لكن لن تستطيع أي فتاة منهما الافتراق عن الأخرى لمقابلة خطيبها، فالفتاتان سيكونان قريبين من بعضهما البعض إلى الأبد. مصطفى إسماعيل، حصل المصري مصطفى إسماعيل على لقب البحار باي باي الشهير في فيلم الرسوم المتحركة، وليس من الصعب أن نخمن لماذا سمي بهذا الاسم إذا نظرنا إليه. لدى مصطفى أكبر عضلة ذراع في العالم، يبلغ قطرها 80 سنتيمتر. جوزيف هيريزامور، دخل جوزيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأن لديه أكبر قصة شعر في العالم. يبلغ طول قصة شعره 108 سنتيمتر. هي بالطبع متميزة، لكنها ليست عملية، كما أن الناس لا يلجأون إلى هذه الأفعال كي يحققوا أرقاماً قياسية، ويمكن لجوزيف أن يقص شعره في أي وقت. إلى هنا نكون قد انتهينا. إذا أعجبك هذا الفيديو فاضغط على علامة الإعجاب، واكتب رأيك في التعليقات، واشترك بالقناة، ولا تنسى بالطبع أن تفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.